العديد من سكان مدينة جابس على أن البحر قد تقدم نحو اليابسة وأن سواحل الجهة قد شهدت تغيرات ملحوظة في هذا المجال. ربار عندنا في البلاد هي بنيات اللي هي موجودة زي الكازما، وفي بنيات في بنغالو اللي احنا قاعدين نشوف فيهم قاعدين كما نادي البحري قاعدين يتقدموا بصفة كبيرة. احنا متهددين تو لأن البحر ينجم برشا مناطق تغمر في البحر. والبحر قاعد يقدم في العديد من مناطق من العالم، معناها ارتفاع درجة الحرارة مرتبطة بذوبان الجليد، معناها هناك 500 مليار تقريبا طن من الجليد ذابت في القطب الشمالي، معناها منسوب مياه البحر باش يرتفع شوية باش يخلي معناها العديد من المناطق البحر يزحف عليها، وجابس من ضمن المناطق هذه اللي ممكن البحر يقدم ويغمر بعض المساحات. ورشة حوارية نظمتها منظمة إيفوس بالتعاون مع جمعية مواطنة وتنمية مستدامة لتكوين نواة مناصرة لقضايا المناخ بجهة جابس ضمن مشروع أصوات من أجل المناخ. هدف من هذا اللقاء تكوين نواة اللي باش نلقى استثمارها لاحقا في قضايا المناصرة اللي تم القضايا المناخية، يعني على ضوء التقارير الأممية المنشورة مؤخرا الوضعية المناخية في منطقتنا منطقة شمال أفريقيا أصبحت جد خطيرة والتوقعات لا تبشر بخير حقيقة. تقديم مشروع أصوات من أجل المناخ، الورشة هذه تضم مكونات المجتمع المدني، الجمعيات البيئية الفاعلة معناها في الجهة، حبينا نعملوا معناها نعرفوا اولا على المشروع شنو هي الاهداف نتاعه وشنو هي المكونات نتاعه، كيف نحبوا نكونوا معناها حمله معناها نعملوا مجموعه خليه للمناصره بالجهه للحد من الاثار السلبيه للتغيرات المناخيه. هذا الحوار ابرز الحاجه الملحه لاعتماد سياسات محليه تحد من اخطار التحولات المناخيه وتساعد على احتواء هذه التحولات. كل درجه حراره ترتفع بدرجه واحده الا ونسبه تبخ المياه مثلا 7%، هذا باش يكون عنده تداعيات كبيره على القطاع الفلاحي وعلى القطاع الواحي هنا في جابس ولا في الجنوب التونسي. هذاك علاش نحن نحبوا ناخذ مجموعه من السياسات اللي تكون سياسات محليه، سياسات خارجه من مبادرات المنطقه، قصد تطبيقها لمحاوله احتواء اكثر ما يمكن احتوائه من التداعيات السلبيه للتغيرات المناخيه. ولايه جابس من المناطق المهدده بالتحولات المناخيه، وهذه التحولات يمكن ان تضر بالواحات وبالتجمعات السكانيه القريبه.